متعود من جديد. هذا كان اللقاء الشهري زي ما كنا متعودين من سنة 2006. كان تقليد زي ما كانت أم كلثوم تعمل زمان. احنا النهاردة قدمنا في عرض أم كلثوم أغاني كل ليلة وكل يوم وأغنية ودارة الأيام، طبعا في نخبة من الملحنين والشعراء زي مأمون المليجي مأمون الشناوي وبليغ حمدي. احنا دايما بنحرص على ان يكون في تنوع في الاغاني وفي الالحان، بنحاول ان احنا نقدم اعمال من اللي قدمتها طبعا الست سيدة الغنى العربية أم كلثوم في لمختلف الشعراء والملحنين اللي هي اتعاملت معاها. واحلى عذاب عذاب الحب للاحباب، تصوروا المراره حلوه مع الست.